أيها الإخوة الكرام، موضوع ديني في الدرجة الأولى، وموضوع وطني، وموضوع قومي، ألا وهو وحدة المسلمين. الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. صلاح الدين الأيوبي يقول: لن يرجعوا بعد أن طردهم، بعد أن بقوا 90 عام في بلادنا وأنهاهم صلاح الدين رحمه الله تعالى، قال: لن يرجعوا ما دمنا رجالاً. فلما عاد غورو ودخل على قبر صلاح الدين، ماذا قال له؟ ها قد عدنا يا صلاح الدين. معنى ذلك لسنا رجالاً، لن يرجعوا ما دمنا رجالاً، عادوا وإن شاء الله ننتصر.